الوصي. في أواخر أربعينيات القرن الماضي، بينما كان العالم يواجه مخلفات الحرب العالمية الثانية، كان المغرب يشهد جفافا طال العديد من جهات البلاد، وقد ترتب عن ذلك هجرة مكثفة لسكان البوادي إلى المدن بحثا عن عمل يوفر لهم ولأبنائهم لقمة العيش. وهكذا شهدت مدن كمراكش وفاس والدار البيضاء ومكناس هجرات مكثفة من البوادي ومن المدن التي لا تتوفر فيها فرص الشغل. في تلك الظروف حل بالدار البيضاء الأخوان محمد وعمر أيت لحسن، كان قد باع قطيع غنم كان يملكانه، أخذ معهما نصف المتحصل من البيع وسلم النصف الآخر إلى والدتهما التي رحلت إلى قرية إدوك ناديف بنواحي أجدير. في باب مراكش بالمدينة القديمة عثر الأخوان على عمل متواضع عند تاجر فاسي اسمه بوبكر برادة، وكان متخصصا في تجارة خردة الحديد والنحاس. كانت مهمة الأخوين انتقاء ما هو قابل لإعادة الاستعمال من بين أكوام الخردة. ظل يعملان للسيد بوبكر 4 سنين، ولما تيقن من أمانتهما كلف محمدا بدفع ثمن المشتريات، بينما صار عمر مكلفا بالميزان. كان للتاجر بوبكر برادة بنت وحيدة كانت أشرفت على 30، ولما يتقدم لخطبتها من ترتضيه أو يرتضيه والدها. وبما أن الشقيقين محمد وعمر أيت لحسن قد أبانا خلال كل السنوات الماضية عن إخلاصهما وتفانيهما في العمل وأمانتهما، فقد صار يدور بفكر التاجر برادة أن يزوج ابنته أحد الشقيقين. ألمت بالسيد بوبكر وعكة صحية ألزمته الفراش أسبوعين، كان عليه ألا يبقي على محل تجارته مغلقا، فأوكل إلى الأخوين محمد وعمر تدبير المحل، وأوصى بنته وكانت تسمى عائشة بمراقبتهما وتتبع عملهما من خلال المداخيل. ظل الشقيقين وفيين، ولذلك فإن السيد برادة ارتأى أن يزوج عائشة إلى محمد. ساءت الحالة الصحية للتاجر برادة وما لبث أن مات. واصل الشقيقان عملهما، ولكن عائشة أحست أن بقاء الشقيقين معا في المحل ربما أثر على حياتها الزوجية، ولذلك أوحت إلى زوجها محمد أن يجد حلا لشقيقه، فكلفه بالسعي إلى محلات تجار الخردة بالتقسيط لتزويد محل برادة الذي آل إلى عائشة. إثر ذلك اكترى عمر دكانا قريبا من باب مراكش واستقل بتجارته. لم يكن لذلك تأثير على علاقة عمر بشقيقه أو بزوجته عائشة، بل إنه صار من زبائنهما. في العام 50 900 وألف، حيث بني مطار واصر العسكري الأمريكي، تطورت أعمال عمر وتحسنت أحواله وصار من مزودي القوات الأمريكية هناك. صار لزاما على الشقيقين عمر ومحمد، وقد توسع نشاطهما التجاري، أن يسجل نفسيهما في سجلات الحالة المدنية، واختار أيت برادة اسما عائليا. في الحقيقة جمع بين اسمهما العائلي السابق أيت لحسن وبرادة، وهو اسم مشغلهما الراحل وابنته عائشة. في العام 56 مع استقلال المغرب، كان الأخوان عمر ومحمد أيت برادة يهيمنان على سوق الخردة في الدار البيضاء. كان يصدران ملء بواخر من خردة الحديد والنحاس كل عام إلى فرنسا. لم يكن عمر قد تزوج بعد، ولذلك سافر إلى مسقط رأسه في نواحي أجدير، حيث تزوج ابنة خالته فاطمة. أتى بها إلى الدار البيضاء، حيث اشترى منزلا محترما ومستودعا كبيرا، وقد رزق منها ولدا. كان عمر يشارك في كل المزادات. ذات مزاد بني بخسارة فادحة، أوشك على الإفلاس، ولكنه تدبر أمره وتمكن من تجاوز الانتكاسة. في أواخر الستينيات حان موعد إجلاء القوات الأمريكية من المغرب. كان عمر على صلة وطيدة بالمسؤول العسكري الأمريكي في مطار واصر، ولذلك تمكن من الحصول على كل الخردة التي تخلصت منها القوات الأمريكية هناك، وأيضا سهاريج الكيروزين وقود الطيارات. كان عليه أن يخلي المكان من كل تلك الخردة ومن السهاريج خلال 3 أشهر.
تبين له أن السهاريج كانت شبه ملأة بالكيروزين. دخل في مفاوضات مع شركتين للمحروقات، واتفق مع الشريف للبترول على أن يبيعها السهاريج بما احتوت عليه. بالنسبة لعمر كانت تلك صفقة العمر، كسب منها أموالا طائلة. كان ولده الوحيد أحمد يبلغ من العمر 5 سنوات لما أصابه مرض كاد يعصف بحياته، ومع أن الولد أنقذ إلا أنه فقد القدرة على الكلام. أصيبت فاطمة والدة الصبي بصدمة، لاحقتها الأمراض والأسقام، ولما بلغ أحمد عامه العاشر ماتت فاطمة أثناء خضوعها لعملية جراحية. رضي عمر بقضاء الله، وكان عليه أن يجد حلا لولده أحمد. اقترحت عليه عائشة زوجة أخيه محمد الزواج من أرملة لها ولد. تم الزواج بعد أن توافق على أن تعتني هي بولده أحمد وأن يكفل هو ولدها، وكان يسمى جمال البرنوسي. كانت الأعوام تمر مسرعة، وكان عمر يلاحق الصفقات متناسيا العناية بأحواله الصحية. بعد حين أصيب بمرض في القلب لم يمهله أكثر من عام. كان محمد شقيق عمر قد رزق من زوجته عائشة ولدين عثمان ورضوان، وقد واجه محمد مع ولده رضوان متاعب جمة بسبب فشله في الدراسة وفي التجارة أيضا، بينما كان الولد الآخر عثمان شغوفا بدراسته مبتعدا عن بحر التجارة الذي يخوض فيه والده وشقيقه. انتهى به الأمر إلى الحصول على منحة لمواصلة الدراسة في العربية السعودية. مكث في المدينة المنورة 10 سنين حصل العلوم الشرعية. لم يكن عمر قد ترك وصية، وكانت أحوال ولده أحمد تسوء كل يوم أكثر، وقد سعت زوجته الثانية إلى وضع يدها على كل ما خلفه عمر أيت برادة. كان الجزء الأكبر من الثروة يعود إلى أحمد، ولكن أحمد غير واع بذلك. قامت المرأة بتزوير الأوراق وجعلت ابنها جمال مكان ربيبها أحمد ابن زوجها الهالك، وتسنى لها بذلك أن تضع يدها على كل ما تركه عمر أيت برادة. عاد عثمان أيت برادة ابن محمد من السعودية، وقد حصل على الدكتوراه في الشريعة، وكان من أول ما قام به زيارة منزل عمه الهالك وصلة الرحم بابنه وذويه، غير أنه لم يجد أثرا لأحمد في منزل والده. عندما سأل عنه لم يتلقى ردا، بل إن زوجة عمه وابنها الذي انتحل هوية أحمد قام بطرده بشكل أثار لديه شكوكا قوية من أن تكون المرأة وابنها قد قتل أحمد للانفراد بالإرث الذي خلفه عمه. حاول أن يعرف مصير ابن عمه المعاق، ولكن زوجة عمه وابنها لاحقاه. ذات مساء بعد صلاة العشاء وكان خارجا من المسجد، اعترض سبيله شخص قوي البنية يضع على وجهه قناعا، هاجمه وأشبعه لكما ورفسا، ثم ركب سيارة كانت مركونة غير بعيد وانطلق. تمكن أحدهم من تسجيل أرقام السيارة وأبلغها الشرطة. بينت التحريات لاحقا أن السيارة كانت مسروقة. نقل الدكتور عثمان إلى المستشفى وهو فاقد الوعي. لما أفاق كان العميد محمد مروان حاضرا، كان ينتظر لتسجيل أقواله، ولكن الفقيه تحاشى الخوض فيما حدث له مع أرملة عمه. عاد بعد تماثله للشفاء إلى بيت عمه يطالب بمعرفة مصير ابن عمه أحمد، فقالت له: إذا لم يكفيك ما نلته فإن الثمن سيكون أغلى في المرة المقبلة. لم يطل الانتظار، في ليلة من ليالي يناير كان الدكتور عثمان متوجها إلى المسجد لصلاة الفجر. غير بعيد كانت سيارة متوقفة. لما هم بعبور الطريق انطلقت السيارة بسرعة جنونية صوبة، كانت آتية من خلفه، ولكن أحد المارة جذب الفقيه وأبعده من مسار السيارة المجنونة. على بعد أمتار اعترض سبيلها سائق تاكسي، توقفت السيارة وتم الإمساك بسائقها الذي اقتيد إلى مركز الشرطة. بعد ساعات مثل أمام العميد محمد مروان.
تبين أن الرجل هو نفسه الذي اعتدى على الدكتور عثمان بالضرب عندما كان خارجا من المسجد. اعترف بأنه مسخر من قبل أحمد أيت برادة الذي أعطاه 10,000 درهم عن الاعتداء الأول، ووعده 100,000 درهم هذه المرة إن هو تمكن من قتله. قال إنه توصل 50,000 درهم كتسبيق. تم استدعاء أحمد أيت برادة، نفى كل ما قاله الشخص الذي ألقي عليه القبض. كان ضروريا التحري حول العلاقة بين أحمد برادة والدكتور عثمان برادة. لما حضر أمام العميد قال أحمد إن عثمان هو ابن عمه، لم يذكر شيئا عن الخلاف القائم بينهما. لاحظ العميد أن الدكتور عثمان يتحاشى الحديث إلى أحمد، قال له إنه يكاد يجزم أنه يخفي شيئا. ألح عليه العميد، فقرر الدكتور عثمان أن يتكلم. قال إن الذي أمامهما ليس أحمد ابن عمه، بل هو ربيب عمه جمال البرنوسي الذي انتحل هوية أحمد المعاق للحصول على الإرث. اتضحت العلاقة بين انتحال جمال البرنوسي هوية ربيب أمه أحمد أيت برادة والاعتداءين اللذين تعرض لهما الدكتور عثمان أيت برادة. كان يعلم، وكانت أرملة عمه وابنها يريدانه أن يصمت إلى الأبد إن اقتضى الأمر ذلك. لما مثلت أرملة عمر أيت برادة أمام العميد محمد مروان سألها عن أحمد، قالت إنه ولدها الماثل أمامه. لم يكن تاريخ ميلاد الشاب يتوافق مع تاريخ عقد الزواج. تبين للعميد من دراسة عقد الزواج أن لها ولدا اسمه جمال من زواجها الأول. سألها أين هو جمال البرنوسي إذا كان الشخص الحاضر هو أحمد. قالت إنه غادر إلى الخارج ولا تعرف عنه أي شيء. أجريت خبرة جينية أثبتت أن الذي يدعي أنه أحمد أيت برادة ليس سوى جمال البرنوسي. كانت حجة قوية لم تصمد المرأة أمامها. اعترفت بأن زوجها عمر أيت برادة كان يوشك أن يهبها وابنها جزءا من أملاكه، ولكن الموت لم يمهله، ولذلك زعمت أنها لم تقم إلا بتنفيذ رغبة المرحوم عمر أيت برادة. قالت إنها مع كل ذلك لم تفرط في أحمد. قادت الشرطة إلى حيث يوجد، لم يكن يعلم ما يجري حوله، ولكنه لم يكن مهملا. توبعت المرأة وابنها بالتزوير وانتحال هوية، وعرض إرث المرحوم عمر أيت برادة على رئيس محكمة الأسرة الذي طلب من الشرطة القضائية البحث عن شخص من أقرباء أحمد المعاق تتوفر فيه الشروط ليكون وصيا عليه. استقر الرأي على اختيار الدكتور عثمان أيت برادة وصيا تحت مراقبة قاضي الأسرة. ملفات بوليسية.